السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير وسرور، وكل عام وأنتم بألف خير. نرحب بكم في الجلسة 90 من جلسات مجلس الخنجي عبر تطبيق زوم، وشكرا لحضوركم معنا اليوم. جلسة اليوم هي جلسة خاصة بتدشين كتاب جدلية الذات بين الفكر والواقع للكاتب والمؤلف الأستاذ مرتضى حسن علي. اسمحوا لي أن أرحب أيضاً بالكاتب الاقتصادي الأستاذ خلفان بن سيف الطوقي في تقديم ضيف جلستنا لهذا اليوم، وأيضاً نرحب بالدكتور أحمد الإسماعيلي بمشاركته الطيبة في قراءة مقدمة الكتاب. نرحب بكم جميعاً ضيوفنا الأعزاء، وأترك المجال الآن للأستاذ خلفان الطوقي لتقديم ضيفنا الجلسة. شكراً جزيلاً. السلام عليكم. سمعيني يا أستاذة؟ نعم نسمعك، تفضل. شكرا جزيلا، شكرا أستاذة ريهام. السلام عليكم جميعا. أولا أريد أن أرحب بالجميع في مجلس الخنجي الافتراضي رقم الجلسة في جلسته رقم 90، وأشكر سعادة خليل الخنجي على منحي فرصة التعريف بالكاتب الفذ الأستاذ مرتضى حسن علي. إنه لشرف عظيم أن أنوب أستاذ سعود الحارثي عن التعريف بالكاتب، متمنيا للأستاذ سعود التعافي من وعكته الصحية المفاجئة التي ألمت به، وإن شاء الله يعود إلينا بالسلامة في أقرب فرصة ممكنة بإذن الله. ولد أستاذ مرتضى في مطرح في عام 1946، وفي رواية أخرى 1947، واختلاف العلماء في ذلك رحمة لنا بإذن الله. نشأ الأستاذ مرتضى في بداية حياته في مطرح، ومن ثم هاجر إلى العراق في عام 1955. درس الإعدادية والثانوية في العراق، وكان نشيطا ويعني مميزا في الأنشطة الطلابية، وترأس بعض المجموعات أثناء الدراسة. التحق في جامعة بغداد في كلية الطب، ولكن بسبب الأوضاع السياسية آنذاك قرر الذهاب لتكملة دراسته إلى المملكة المتحدة، والتحق في لندن يونيفرسيتي في عام 1965، وتخرج في 1971 تخصص هندسة كهربائية. عاد إلى أرض الوطن في نهاية عام 1971، وبدأ ممارسة تجارته في ذلك الوقت. الأستاذ مرتضى طبعا هو من مؤسسي غرفة تجارة وصناعة عمان في عام أو نهاية عام 1972، ودخل الانتخابات منذ البداية وفاز بعضويتها، وكان هو أمين السر في أول مجلس إدارة يترأسه معالي محمد الزبير. كان أيضا تاجرا في بداية حياته، فتح محل صغير في مطرح، وكان بنفسه يصلح ويفتخر ويذكر ذلك مفتخرا بأنه كان يصلح المعدات والثلاجات والغسالات ويحملها بنفسه إن اضطر الأمر لذلك. أستاذ مرتضى حسن علي هو كان عضو في مجلس الشورى لولاية مطرح في الفترة الثالثة. يعني أقتبس من بعض ما قاله الأستاذ سعود الحارثي في إحدى مقالاته، أنه العضو الوحيد الذي عمل دراسة حرفية أثناء وجوده في مجلس الشورى. هذه الدراسة ضمت حوالي 280 صفحة، إذا تم ضم الملاحق هي تصل إلى 1000 صفحة، وكانت حرفية، وكانت بعنوان توظيف القوى العاملة، يعني عملها في وقت مبكر جداً. أستاذ مرتضى من ثم التحق في عضوية مجلس الدولة لفترتين مختلفتين،
المميز في هذه الفترات الثلاث في مجلس الشورى ومن ثم في مجلس الدولة أنه كان رئيس للجنة الاقتصادية في كل العضويات وفي كل المراحل. أستاذ مرتضى بحق هو مفكر وقارئ وناقد ومشارك ومبادر. أستاذ مرتضى يثري الساحة الإعلامية بتحليلاته وملاحظاته العميقة كاشفا ومعالجا، محاورا وكاتبا ومشاركا. يبادر في الندوات والفعاليات الوطنية ويسعى لتطوير ذاته ويشارك أينما كانت مشاركته ويعني تواجده مفيد. نشر مقالاته الاقتصادية والتحليلية في كل الجرائد العمانية والإقليمية منذ 1984 إذا لم تخني الذاكرة. شارك في عشرات اللقاءات في الإذاعة والتلفزيون. هو أيضا كان عضوا فعالا في إعداد رؤية 2020، وشارك أيضا في مختبرات تنفيذ. أستاذ مرتضى قارئ للمشهد المحلي ويخصص يوميا جزء من وقته لمتابعة الأخبار العالمية وبشكل يومي. على الجانب الإنساني، لأنه أخ وصديق، فهو صديق للجميع وليس صديق لأحد دون أحد، ومحبوب من الجميع ومنفتح على الجميع. تشرفت أن أكون أول من اقتنى كتابه، والحمد لله أنهيت قراءته في أسبوع. هذا الكتاب طبعا سيتحدث عنه الدكتور أحمد الإسماعيلي. وضع خبرته كاملة في هذا الكتاب. يرغب الأستاذ مرتضى، هذه مميزاته، أن يستفيد الجميع من خبراته، فلم يبخل ولم يكون أناني في كتابه. رجل مبادر وفي ذات الوقت متواضع، ويتمنى أن ينعم الجميع بالخير والرفاهية، فهو محب للجميع. رجل محب ويسعى دائما بأن يجمع أحبابه وأصدقائه ليكونوا حوله كلما سنحت الفرصة لذلك. رجل وفي ولا ينسى الوفاء ويفي بوعده، ودائما يقول أنا لا أهمل، أنا لا أمهل ولكني لا أهمل، بقصد أنه يفي بوعده حتى وإن تأخر قليلا. مناقب الأستاذ مرتضى لا تنتهي، كريم ومضياف، محب، معطاء، مبادر، ملهم، محفز، وعاشق لهذه الأرض الطيبة وأهلها. ما قلته هو باختصار عن هذه الشخصية الفريدة من نوعها، ليس مبالغة ولكنها الحقيقة كما أراها. وأخيرا اغتنموا الفرصة للاستمتاع بهذه الجلسة، واغتنموا أيضا الفرصة لاقتناء كتابه الجميل المثري، وأطلب من سعادة خليل الخنجي والأستاذة ريهام أن يبعثوا لكل الأعضاء المشاركين إعلان المكتبات ودور النشر التي يتواجد فيها الكتاب، وتشجيعهم وتشجيع الأعضاء جميعا بأن يقتنوا الكتاب الذي يذهب ريعه إلى جمعية دار العطاء. وأستسمح من الأستاذ مرتضى وأطلب منه العذر إن قصرت في سيرته الذاتية المثرية والغنية، وإني لواثق أنه سوف يسامحني. وأخيرا أشكر سعادة خليل الخنجي على إعطائي هذه الفرصة، وتقدم أيضا بالشكر، وأتمنى له التوفيق أخي وأستاذي وموجهي مرتضى، متمنيا للجميع الاستمتاع بباقي فقرات الجلسة هذه للمجلس الافتراضي في جلسته 90. وأخيرا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا أستاذ خلفان على هذه المقدمة والتقديم الجميل جدا والرائع. نترككم الآن مع الدكتور أحمد لقراءة لمقدمة الكتاب. تفضل دكتور أحمد. شكرا أستاذ ريهام. بداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى سعادة الشيخ الجليل أبي عبد الله خليل الخنجي
ومجلسه العامر بالمعرفة لإتاحته الفرصة لنا لتقديم هذا الكتاب إلى القارئ العماني والعربي بشكل عام. الشكر حقيقة للكاتب الكبير للمفكر الأستاذ مرتضى بن حسن اللواتي على إضافته للمكتبة العمانية كتاباً يمثل قيمة معرفية حقيقية، وهو تقريباً من أفضل الكتب التي كتبت من بين أفضل الكتب التي كتبت في المشهد الثقافي العماني. الشكر أيضاً للأستاذ خلفان على هذه الكلمة الوافية حقيقة، لكن الكلمات مهما قيلت عن الأستاذ مرتضى عن أبي فيصل فإن الكلمات تقف عاجزة عن وصف قامة فكرية وقامة علمية ومر بتجارب كثيرة جداً، ويتضح ذلك جلياً من خلال هذا الكتاب، من خلال فصوله، ومن خلال أيضاً اشتغالاته المعرفية. أنا صراحة سأتجاوز قليلا ما تم تنصيصه في الإعلان عن قراءة مقدمة الكتاب أو التقديم الذي كتبته في هذا الكتاب. أولا لأني لا أرغب حقيقة في إعادة ما كتبته سابقا، ويمكن للقارئ كذلك أن يطلع على التقديم الذي كتبته في هذا الكتاب بكل سهولة. أيضاً لن أنشغل كثيراً بذكر الجانب الأكاديمي في عرض الكتاب من حيث الفصول ومباحث الكتاب، منهجية الكتاب، الاشتغالات المعرفية في الكتاب. أنا سأقتصر على تحليل عنوان الكتاب الذي هو جدلية الذات بين الفكر والواقع، لأن هذا العنوان هو الذي يكشف العقل المعرفي للكاتب، هو الذي يكشف الكتاب مضامين اشتغالاته. كتاب جدلية الذات بين الفكر والواقع يحمل أربع مصطلحات جدا مهمة، مصطلحات فلسفية وبعضها مصطلحات فكرية. الجدلية سأستعيد في هذا المصطلح ما قاله الفيلسوف الألماني هيجل، وهو يعني يعتبر رائد الجدلية المثالية في تعريفه للفلسفة بأنها إيجاد مقاربات فلسفية من خلال تناقضات الفكرة. فهو يعرف الفلسفة بأنها ليست سوى إيجاد مقاربات فكرية أو فلسفية من خلال تناقضات الفكرة. الجدلية العقلانية التي يطرحها الأستاذ مرتضى كعنوان لهذا الكتاب هي محاولة عقلانية عميقة لفهم الظواهر الإنسانية السياسية والاجتماعية والاقتصادية من أجل دراسة تناقضات الذات طبعاً العقل العربي، ونقله من مرحلة إلى مرحلة تاريخية أخرى. الجدلية هنا ضمن هذا السياق هي عمل نهضوي، هي عمل انتشائي، هي عمل إيجابي، هي مفتاح الانتقال للعقل العربي من مرحلة تاريخية إلى مرحلة تاريخية أخرى. وما لم تحدث هذه الجدليات العقلانية فإن الذات تبقى أسيرة للتاريخ، تبقى تجتر الماضي وتعيش في الأحلام الوردية. في القرن الماضي تقريباً ومنذ منتصف القرن الماضي طرحت حلول كثيرة لإخراج العقل العربي من إرهاصاته، من مشاكله، وبدأت كتابات كثيرة حتى من القرن التاسع عشر تقريباً، نهايات القرن التاسع عشر مع مرحلة النهضة والإصلاح العربي. وكانت معظم الكتابات التي كتبت خلال تلك الفترة وإلى يومنا هذا ترى بأن الحل لمشكلة العقل العربي تكمن في العودة إلى التاريخ البعيد، بمعنى أن العقل العربي الآن مر بانحرافات كبيرة جدا، وأن انتشال هذا العقل العربي لابد من العودة إلى التاريخ البعيد، والتاريخ البعيد يقصد به تاريخ القرون الأولى
بكل مناهجه وبكل أيضا أبجدياته. وغالبا المدرسة الإسلامية هي التي تبنت مثل هذا الخيال. كذلك الحركات اليسارية والحركات العلمانية التي نشأت في منتصف النصف الأول من القرن العشرين أيضا تبنت حلا آخر، وهو حل العودة إلى التاريخ القريب. والتاريخ القريب يقصد به إسقاط حضارة العالم المتقدم في الذات العربية، بمعنى أنه لا يوجد حل لكل مآزق الذات العربية سوى العودة إلى التاريخ القريب، وهو تاريخ العالم المتقدم. بين هاتين الرؤيتين يطرح حقيقة الأستاذ مرتضى الجدلية العقلانية، الجدلية الذات، يعني إحداث أو محاولة عقلانية لفهم الذات. في هذا السياق تعتبر الجدلية هي عمل نهضوي، عمل عقلاني، عمل انتشائي قابل للتفكيك المعرفي للذات العربية لكي يخرجها من سياقاتها التاريخية إلى سياق تاريخي جديد. هناك سمات معينة داخل يمكن أن يلاحظها القارئ من خلال سلسلة المقالات التي كتبها الأستاذ مرتضى. وحقيقة هذه المقالات كتبت خلال فترة طويلة، يعني ربما تتجاوز 40 سنة أو ربما تتجاوز 30 سنة إلى 35 سنة، يعني حملت تجربة كبيرة ومرت بهذه المقالات، مرت بتحولات كثيرة جدا مرت بها الأمة العربية، بداية من انتشار القومية العربية في منتصف القرن الماضي، الحركات بعد ذلك الإسلامية، الإسلام السياسي، الصحوة الإسلامية التي حدثت، والقرن الجديد مع الإسلام الجهادي والأزمة الاقتصادية والربيع العربي. ما هي هذه السمات التي يتحدث أو التي يمكن أن نلاحظها بين ثنايا هذه الأطروحات التي قدمها الأستاذ مرتضى فيما يتعلق بالجدلية العقلانية؟ أي شروط الجدلية العقلانية التي بنى عليها الكاتب هذا الكتاب وعنون عليها هذا الكتاب؟ أولاً، التمرحل التاريخي للأفكار. وحقيقة هذا من أكثر ما شدني في هذا الكتاب، التمرحل التاريخي للفكرة، أي وضع الفكرة في سياقاتها التاريخية. وطبعاً هذا المصطلح يختلف نهائياً عن مصطلح التحقيب التاريخي. التحقيب التاريخي هو وضع التاريخ ضمن حقب تاريخية، بناء على التحولات الزمنية أو التحولات الموضوعية، كما نقول مثلا عصر النهضة، عصر التنوير، الحداثة، ما بعد الحداثة. أما التمرحل التاريخي للفكرة هي وضع الأفكار داخل سياقاتها التاريخية، فالفكرة أيا كانت تخضع في جدلياتها العقلانية لسياقات تاريخية متعددة ومختلفة. وهذا المعنى يعكس قدرة الكاتب على أمرين: أولا، قراءة الفكرة ضمن المعطى التاريخي للأفكار، وثانيا، استشراف سيناريوهات المستقبل. بدون هذين الشرطين من الصعوبة جدا أن يستطيع الباحث أو الكاتب أن يقرأ سيناريوهات المستقبل. إذن التمرحل التاريخي للفكرة التي شغلت كثيرا مقالات هذا الكتاب هو شرط أولي لانتقال الفكرة من فضائها المثالي إلى حيزها الواقعي، إلى واقعيتها الاجتماعية السياسية بشكل عام. ولهذا جاء عنوان الكتاب جدلية الذات، أي ذلك التفاعل العقلاني في النظريات بين السياسة، الاجتماع، والدين، وحتى الاقتصاد. أين تجلى ذلك؟ يتجلى هذا العنصر بشكل واضح في مقال كتبه عام 2017 تقريبا، بعنوان مجلس التعاون الخليجي في أزمنة مختلفة.
حيث يقول وهو يحلل الأزمة الثقافية في الخليج العربي بأنه على الرغم من هذه الأزمنة المتعددة التي مر بها الخليج العربي من شكله البسيط شكل القبيلة إلى شكله المعقد وهو شكل الدولة، فإن كل المعالجات التي تم تبنيها كحلول اعتمدت فقط على العقلية القديمة وليس على عقلية الدولة بمؤسساتها وتضارب مصالحها. يذكر بأن الخليج العربي عاش حالة من الازدواجية وهو ينتقل من القبيلة إلى الدولة، حالة من الازدواجية بين واقعيته كدولة كمؤسسات كمؤسس الدولة وبين ثقافته التاريخية كمجتمع قبلي، وعليه دائما يطرح هذا الأمر بأنه إذا أراد العقل الخليجي أن يعالج مشكلاته فعليه أن يعي عمق هذا التحول، أن يواجه مشكلاته بواقعية أكثر، وأن يدرك بأن هذا المسار في التحول من القبيلة إلى الدولة مر بفترة زمنية طويلة. في مقال آخر للكاتب بعنوان محاولة لفهم التراجع العربي نشره قبل أكثر من 20 سنة تقريبا في بداية هذه الألفية، تحدث الكاتب عن أسرار التراجع العربي، يعني مأزق العقل العربي، وبين بأن السبب الرئيس الذي أوقع العالم العربي في هذا التراجع الحضاري هو تنكره لقيم التجديد ورفض الحداثة والانغلاق في تابوهات الماضي واستيراد معالجات قديمة لمشكلات معاصرة. الأمر هذا تقريبا بحسب الكاتب الأمر الذي شكل انسدادات في مفاهيم العقل العربي وفي تصوراته. ثم يسترسل الكاتب في تحليل هذا الإشكال بأن الأفكار وهو يقول بأن الأفكار المشوشة والمبتورة والناقصة عن الماضي وعن مفاهيمه نسجت أحلاما وثبتت أوهاما جعلتنا نقع أسر التاريخ ولا نجد قدرة على الانفكاك من قيوده مهما تعاظمت أمام عيوننا مشاهد فشل الأفكار. أقرب مثال على ذلك، يعني هو يتحدث عن مثال مهم جدا في هذا الجانب، الديمقراطية كشكل من أشكال النظرية السياسية، وهو يرى حقيقة في مقالاته في هذا الكتاب وأيضا حقيقة في جلساته كذلك بأن الديمقراطية لا يمكن أن تنجح في العالم العربي ما لم يسبقها شرط ضروري وهو شرط دكتور أحمد. دكتور أحمد عذرا بس الصوت عندك شوي صار بعيد. طيب أيوة كده رجع تمام. جميل. إذن هو يعني يتحدث عن مفهوم الديمقراطية ويقول يرى بأن الديمقراطية لا يمكن أن تنجح في العالم العربي ما لم يسبقها شرط ضروري وهام جدا وهو شرط هندسة ثقافة المجتمعات العربية، هندسة إعادة تفكيك نظرية الاجتماعية الثقافية. طبعا هذا الإشكال ليس وليد اليوم، ليس جديد، وطرح أيضا في مرحلة الإصلاح العربي في مرحلة جمال الدين الأفغاني الذي كان يرى بأن مأزق العقل العربي هو النظرية السياسية، وكان يرى بأن النظرية السياسية هي التي يجب إعادة هندستها من جديد، في حين كان يرى محمد عبد وهو العالم المعروف جدا بأن النظرية الاجتماعية الثقافة الاجتماعية هي التي يجب أن يعاد النظر فيها من جديد. هذا الإشكال ذكره الكاتب المفكر الأستاذ مرتضى في عدة مقالات نشرها في هذا نشرها سابقا وضمنت في هذا الكتاب. ثم يقول بأن ما
بأن ما جنته ما جناه العقل العربي من تمزقات قاسية في الفكرين السياسي والاجتماعي أدى أيضا إلى تمزق الأنسجة الاجتماعية، إلى سقوط دول عربية، خاصة شاهدنا ذلك في سلسلة الربيع العربي. السمة الثانية لهذه الجدلية العقلانية التي يطرحها كعنوان لهذا الكتاب هو تفريقه الدائم بين الحداثة والتحديث. فالأستاذ مرتضى يفرق بشكل كبير جدا بين الحداثة والتحديث، ويرى بأن يرى بأن جدلية الذات بين الفكر والواقع أحدثت مفارقات عجيبة في العقل العربي، تمثلت في قبول الحداثة من جهة وفي رفضها من جهة أخرى. فالعقل العربي دائما يعني يرفض الحداثة، في حين أنه يقبل كل منتجات الحداثة. فالكاتب هنا يعني يفرق بين الحداثة بمعناها المعرفي وبين التحديث الذي ليس إلا استهلاك لنتاجات الحداثة. فنحن من أكثر الدول، هذا بحسب تعبير الكاتب، نحن من أكثر الدول استهلاكا لما تنتجه الحداثة، لكننا من أكثرها بعدا عن جوهر المعرفة، عن قيم المعرفة، عن أدوات المعرفة وشروطها ووسائلها. عندما نتحدث عن المعرفة طبعا ولا يتحدث أيضا عن المراكز البحثية ومراكز الدراسات البحثية، هو يتحدث عن الاشتغال المفاهيمي للمعرفة، عن جوهر المعرفة، عن تلك التصورات العقلانية التي تساهم في إنتاج المعرفة، في توفير البيئة الصحية لإنتاج المعرفة، وتحولها من اشتغال فردي إلى ظاهرة تشتغل عليها الدولة بكافة مكوناتها الاجتماعية والثقافية. إذن الحداثة هي انتقال المجتمع من مجتمعات مستهلكة إلى مجتمعات صانعة للمعرفة، إلى مجتمعات مصدرة للمعرفة، وهذه تقريبا هي السمة الثانية من سمات الجدلية العقلانية التي يطرحها الكاتب كعنوان لهذا الكتاب. سأقرأ نصا قصيرا للكاتب في هذا المجال، يقول في هذا السياق بأن الإنسان العربي تختلط معه الحقيقة بالوهم، يقبل الحداثة ويرفضها في ذات الوقت، يقبلها من النواحي المادية الاستهلاكية، لكنه وهو يستخدم أدواتها يحتفظ بمخزونات كبرى من الأسطورة التاريخية التي تحركه في واقعه. وهو وصف دقيق جدا يمثل منتهى تناقضات العقل العربي بين واقعه وبين تاريخيته. العنصر الثالث أو السمة الثالثة التي تتسم بها الجدلية العقلانية هو إعادة تركيبه لمفهوم النقد. فهو يرى بأن النقد يعني ضرورة هامة جدا، ضرورة معرفية هامة جدا، وكتب مقال جميل جدا في هذا الصدد عنونه من جلد الذات إلى معرفة الذات. فهو يرى بأن النقد ليس تحطيم الذات، وإنما محاولة عقلانية لفهم الذات عبر النقد المنهي. فالنقد هو وسيلة معرفة الذات وليس تحطيمها. النقد يعني إيجاد مقاربات للفكرة. الكاتب هنا يعني ينقل دلالة مصطلح النقد من دلالتها الاجتماعية، من دلالتها التاريخية، إلى دلالتها المعرفية الحديثة. ولعل هذا المقال الذي كتبه من جلد الذات إلى معرفة الذات هو من أفضل المقالات التي كتبت في مفهوم النقد. الجدلية الذات بين الفكر والواقع، أي إيجاد مقاربات بين الفكر والواقع، وما لم تحدث هذه المقاربات فإن الذات العربية أو العقل العربي سيتراجع مشروعه النهضوي. ويتحدث الكاتب هنا عن
جملة من الأسباب التي أدت إلى تراجع العقل العربي، عدم قدرته على إيجاد مثل هذه المقاربات بين الفكر والواقع. يتحدث عن 5 أسباب ذكرها بين ثنايا هذه المقالات وهذه الاشتغالات المعرفية. أولاً، أزمة في الهوية الثقافية. فهذا يعتبر أحد الأسباب التي أدت إلى تراجع العقل العربي، إلى تأزم العقل العربي، فكل القيم التي ندعيها تتحطم دائما في الواقع الاجتماعي والسياسي. ثانيا، من الأسباب التي ذكرها في عدم قدرة العقل العربي على إيجاد مقاربات صحيحة بين الفكر والواقع هو ضعف التعليم، وقد كتب مقالات كثيرة جدا في هذا الجانب أيضا. وربما في هذا الكتاب أكثر من 5 مقالات في التعليم، فقط في التعليم. ثالثا، النظرية السياسية، مع أنه كما ذكرنا سابقا بأنه يرى بأن النظرية الاجتماعية هي الأهم، وهندسة ثقافة المجتمعات هي الأهم تقريبا عن إعادة تنظير الفكر السياسي، لكنه مع ذلك يؤكد بأن الفكر السياسي في التراث العربي هو الأكثر فقرا معرفيا. فالنظرية السياسية لم تتقدم أبدا، لم تحاول إيجاد ممرات سهلة. كل شيء في العالم العربي بحسب تعبير الكاتب أصبح مسيسا إلا الفكر السياسي. السبب الرابع في تراجع العقل العربي من وجهة نظر الكاتب هو تضخم خطابات الكراهية. كتب مقال مهم جدا حول هذا الموضوع، أكثر من مقال في الكتاب حول هذا الموضوع، ويعني أرجع الجذور التاريخية القريبة لموضوع تضخم خطابات الكراهية إلى بداية الحرب العراقية الإيرانية تقريبا، وفيها تضخمت الطائفية الدينية في العقل في الوطن العربي، وكذلك الطائفية العرقية، وبدأ العالم العربي يغلي طوال أكثر من 40 سنة أو 40 سنة تقريبا في موضوع الكراهية أو موضوع الطائفية. وهذا العنصر أدى بشكل كبير إلى تراجع العقل العربي بشكل عام عن مسألة التقدم. العنصر الخامس الذي أدى إلى تراجع العقل العربي بتعبير الكاتب هو فوضى العقل. يعني العقل العربي يعيش داخل دائرة مليئة بالفوضى، الفوضى في كل شيء، في القوانين، في التشريعات، في تطبيقات العدالة الاجتماعية، في تناقضات الأسطورة والعلم، في تناقضات العلم والتاريخ، في ما نريده من حداثة وما نعيشه من مفاهيم تاريخية وتصورات تاريخية، فوضى العقل وما ينتج من تصورات ومفاهيم بنيوية عميقة. هذه الأسباب الخمسة تقريبا يمكن أن يلاحظها القارئ بين ثنايا هذه المقالات التي ضمنت هذا الكتاب، وهي التي أدت بحسب الكاتب إلى تراجع كبير جدا في العقل العربي، وما زال هذا العقل يجتر تاريخيته في كل مرحلة تاريخية يحاول فيها صنع المستقبل. أخيراً، يمكنني تلخيص هذا الكتاب بعبارة، الكتاب هو عبارة عن سلسلة مقالات تبحث عن أزمة الذات، أزمة الذات محلياً، خليجياً وعربياً. هذه الأزمة التي يصفها الكاتب بأنها عنيفة ومعقدة وشائكة تتداخل وتتشابك مع عوامل عديدة، فهي ليست وليدة مؤامرات خارجية كما دائما نرى كثير من الكتابات، فهي ليست وليدة مؤامرات خارجية، إنما هي أزمة صنعتها الذات، صنعها العقل العربي بنفسه. الكتاب بالرغم من عمق اشتغالاته المعرفية، بالرغم من هذه الأطروحات الكبيرة جدا والعميقة والتي حوت أيضا التجربة كذلك، ليس العمق المعرفي فقط وإنما التجربة، الكاتب يقر بأن أزمة العقل العربي بشكل عام، سواء كان يعني حاليا أو حتى في التاريخ الماضي،
تحتاج إلى منظومة متكاملة من الحلول، تحتاج إلى فريق متكامل من المتخصصين في العلوم الاقتصادية، في العلوم النفسية، في العلوم الاجتماعية والعلمية والسياسية، حتى يمكن أن يخرج العقل العربي من دائرة الفوضى التي يعيشها إلى دائرة النظام. أكتفي بذلك وأعتذر عن الإطالة، وشكرا جزيلا أستاذ ريهام. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك على هذه المقدمة والقراءة من الكتاب. الأستاذ الكريم مرتضى، تفضل. شكرا جزيلا. اسمحوا لي بداية أن أخالف قاعدة المرعية في قضايا محافل الكلام، حيث يبدأ المتحدث عادة بتوجيه الشكر إلى داعين له لهذه الاجتماعات، وينتقل بعد ذلك إلى توجيه الشكر إلى الحاضرين والمستمعين والمشاركين. أنا سوف اليوم سوف أقلب الآية، وأبدأ أولا في توجيه الشكر إلى جميع المشتركين، إلى جميع المستمعين، إلى الذين حضروا سبلة الخنجي، وبعد ذلك سوف أروح في قضايا أخرى. أريد أن أقدم أولا الشكر الجزيل للأخ الكاتب سعود الحارثي، الذي مع الأسف لم يتمكن من حضور هذا الحفل بسبب مرض ألم به اليوم، وقدم اعتذاره. لكن الحقيقة الأخ سعود كتب مقالة أكثر من رائعة في جريدة الوطن حول الكتاب، والحقيقة شرح فيه أشياء أنا لم كنت أعرفها عن نفسي. تكلم كيف هو تعرف علي في مجلس الشورى عندما هو كان يعمل في الأمان العام، وكيف كنا نتبادل الحديث، وتكلم عن البحث الذي أجريته في مجلس الشورى، والأخ خلفان تطرق إليه. والحقيقة هذا البحث كان يتناول يعني فصول عديدة: المتغيرات الاقتصادية العالمية وآثارها على أسعار النفط والطلب على سوق على القوى العاملة، واقع وطبيعة سوق العمل العماني. هذا أنا بدأت أكتب البحث في سنة 98 وسلمته في سنة 2000. تقدير احتياجات سوق العمل من القوى العاملة، الاستخدام الحكومي للموارد البشرية، التدخل الحكومي من أجل التأمين، التحديات والمشاكل التي تعترض التأمين وإيجاد فرص العمل، مسؤولية النظام التعليمي، مسؤولية التعليم الفني والتدريب المهني، وبعد ذلك أتي إلى جانب الطلب المستقبلي لسوق العمل ووسائل توفير المزيد من فرص العمل للعمانيين الداخلين إلى سوق العمل. وجه الشكر الجزيل أيضا للأخ خلفان الطوقي، الذي كان من المشجعين لي دائما أن أبدأ بطرح هذا الكتاب في السوق، وهو في الحقيقة قرأ الكتاب وأشرف على طباعته، وأيضا قدم لي نصائح جميلة جدا، وهو الذي أشرف أيضا على توزيع الكتاب في عدد من المكتبات، وهو الآن يبذل جهده ليكون الكتاب متوفراً في أكثر المكتبات الرئيسية في جميع المدن العمانية. وجه الشكر الحقيقة للدكتور المفكر أحمد الإسماعيلي، الذي قرأ مسودات الكتاب مثل ما كان يوضح الآن، وأعطاني كثير من الأفكار الجميلة، وكتب مقدمة جميلة موجودة في هذا الكتاب. أقدم له حقيقة عن شكر جزيل على ما بذله الدكتور المفكر أحمد الإسماعيلي. وأخيرا مثل ما اتفقنا، أقدم الشكر الجزيل لسعادة أبو عبد الله خليل عبد الله الخنجي،
الذي تكرم ودعاني في جلسته 90 لمجلس الخنجي الذي خصصها فقط حول هذا الكتاب. مجلس الخنجي الحقيقة ممكن لمن لا يعرف ليست مجلسا حديثا، حسب ما أعرف أن جده وبعد ذلك والده رحمهم الله بدأ في هذا المجلس قبل عقود، وكان يناقشان مع الحضور المشاكل التي كانت موجودة في تلك الفترة. بعد تخرجه أخ خليل وبدأ جلساته في بيت العائلة في مطرح، وبعد ذلك انتقلت الجلسات إلى مكتبه في دار سيت، وعندما بدأت الدائرة تتسع تحول إلى منزله في القرم. وعندما داهمتنا هذه الجائحة صمم خليل مستعينا بالوسائل التكنولوجية الحديثة أن يستمر في عطائه، وقرر الاستعانة بالزوم. وفي الحقيقة من حيث ندري ولا أو لا ندري العملية أيضا أفادت مجلس الخنجي، لأنه سمح المجال للكثيرين في جميع أنحاء عمان أن يشتركوا في الجلسات الافتراضية، كما أتيح المجال لعديدين على امتداد الخليج وعلى دول عربية مختلفة بالمشاركة في هذه الجلسات. فأقدم له حقيقة الشكر الجزيل على ما بذله. الآن نأتي على كتاب الدكتور أحمد، ما شاء الله ما قصر ولا خلفان. الحقيقة أني منذ صغري كانت عندي رغبة في الكتابة، وكنت وأتذكر عندما كنت في المدرسة كانت هناك مجلة الحائط، وكثيرا ما كنت أشترك في كتابة بعض الأشياء في مجلة الحائط، وعدد كبير من المدارس في ذيك الفترة كانت تعد مجلة الحائط ليتسنى المجال للراغبين في طرح أفكارهم في المشاركة في هذه المجلة. بعد ذلك في الستينيات 64-65 عندما أصبحت رئيسا لرابطة الطلبة العمانيين في بغداد، كتبت بعض المقالات حول عمان في الجرائد العراقية. وبعد ذلك في الثمانينات الحقيقة بدأت أتوسع، وكانت أول مقالة كتبتها تذكر في جريدة عمان سنة 1984، وكان الموضوع الذي تناولته أيضا تحديات التنمية ومشكلة العمالة الأجنبية. وأتذكر في وقته معالي وزير القوى العاملة في وقته استدعاني لمكتبه وسألني هل حقا تعتقد سوف تكون لدينا أزمة بطالة في عمان؟ قلت له معاليك انتظر سنتين وسوف ترى. أنا لم أكتب هذا المقال من فراغ، ذهبت في الإحصاءات الموجودة. المجتمع العماني مجتمع فتي، الداخلين إلى سوق العمل أكثر جدا من الخارجين منه. الحكومة لن تستطيع إلى الأبد أن تستوعب أعداد العمانيين، والقطاع الخاص ضعيف، واقتصادنا ريعي، ولن يتمكن من يولد فرص عمل كبيرة ومجزية للمواطنين العمانيين. وبالفعل أول مشكلة بدأت تصادفنا في سنة 87، أسعار النفط انهارت في سنة نهاية 85-86، وبعد ذلك نعرف ما هي الإجراءات التي اتخذت. ومنذ ذيك الفترة ساهمت كثيرا في مقالات عديدة حول سوق العمل العماني وحول التحديات التي تواجهها، وأيضا كتبت كثيرا وقسم من هذه المقالات موجودة في هذا الكتاب حول ضرورة تنويع مصادر الدخل، لأنه من كل المعلومات التي كانت متوفرة بأنه سوق الأسعار، أولا خلونا عن الاحتياجات للنفط، الأسعار النفط كسلعة استراتيجية تحددها
عوامل كثيرة ولا تتمكن الدولة المصدرة للنفط أن تتدخل في تلك العوامل كثيرا. ثم أن الاعتماد على النفط يخلق مجتمعا اتكاليا مثل ما رأينا لاحقا، وكما لا يخلق وظائف إنتاجية وكحلول ترقيعية تقوم الحكومة بتوظيف المواطنين، لكن فجأة سوف تصل الحكومة إلى مرحلة لن تتمكن أن تستوعب مزيدا من العمانيين. وهذه العملية بدأت منذ 2014 عندما بدأت أسعار النفط بالنزول، وكنت دائما أستعين بقول لوزير النفط أحمد زكي اليماني الذي كان يقول عصر الحجارة انتهى، عصر الحجارة انتهى ليس بسبب قلة الحجارة لكن لأنه العملية المعرفية عند الإنسان تمكنت أن تتجاوز الحجارة إلى قضايا أخرى. في التسعينات الحقيقة أنا بدأت أكتب عن مواضيع مختلفة، وفترة التسعينات هي بدأت تنضج عوامل الأزمة العربية السحيقة. هي بدأت تنضج لأنه البدايات الحقيقة هي بدأت منذ تشكيل الدولة العربية الوطنية وتخلصها من الاستعمار. الحكومات العربية لم تذهب كثيرا لبناء البلدان بقدر ما ذهبت إلى حماية أنفسها، وحتى تبني نفسها بدأت تلعب بجميع الأوراق الطائفية وجميع الأوراق القبلية والدينية حتى تتمكن أن تستمر في سياسة فرق تسود. وبالرغم نحن دائما نقول بأنه هذه مؤامرات استعمارية، هذا لا ينفر بوجود هي الدول هي كلها مصالح، هي ليست جمعيات خيرية، الدول كلها مصالح، لكن الدولة فقط أي قوة خارجية تقدر أن تؤثر بقدر ما قدرتها على التأثير. ورأينا منذ 2000 الحقيقة منذ الحرب العراقية الإيرانية والأشياء الجارية كيف تطورت الأمور. نحن مثل ما كان دكتور أحمد يتكلم، نحن لحد الآن نعيش في الماضي، ما زالت أفكارنا عائشة في الماضي، ما زال الأموات يتحكمون في حياتنا بالرغم من كل التطورات التي صارت. حتى لما نأتي في التعليم سوف نرى بأنه اهتمامنا كان بالتعليم الكمي وليس بالتعليم النوعي. كم عدد المدارس؟ كم عدد الطلاب؟ كم عدد المعلمين؟ الأشياء الحسابية من السهل حسابها، لكن الأشياء النوعية إذا لا توجد مؤشرات أداء واضحة من الصعب أن يعني. طبعا المجتمعات الأوروبية أيضا مرت في تجارب مثل تجاربنا، لكن تمكنت أن تتخلص عند بداية ثورتها المعرفية من تأثير الكنيسة والمجمع الكهنوتي الذي كان يتحكم في جميع مفاصل الأوروبيين. ومنذ ذلك التاريخ أخذوا كلمة القداسة على تاريخهم وبدأوا ينظرون إلى تاريخهم بمناهج جديدة بأشياء جديدة. نحن في العالم العربي وفي العالم الإسلامي بصورة عامة وقعنا أسرى بأن كل تاريخنا مقدس بغض النظر، وبالتالي لا يمكن فتح ملفاته. لماذا صارت هذه الأحداث؟ كيف هذه الأحداث التي كانت تصلح لمنطقة معينة لفترة زمنية معينة قد تصلح في عصور تماما مختلفة؟ أيضا في مقالاتي كنت أحاول أن أستشرف المستقبل. أتذكر كتبت مقالة قطرة ماء مقابل قطرة نفط، قطرة ماء مقابل قطرة نفط، وكنت أتكلم عن أزمة المياه في العالم العربي، وهذا تذكر في سنة 90، وكنت أقول بأنه مشكلة المياه في العالم العربي في نوعين: قسم دول لا تمتلك أي مياه مثل دول الخليج،
وقسم الآخر هي تمتلك المياه لكن كل منابعها من خارج الوطن العربي. وتكلمت عن نهر النيل وكنت أقول كيف إن مصر متخوفة من قيام الحبشة ببناء هذا في 96، من بناء الحبشة على بناء سدود تحبس المياه عن مصر والسودان، ونهر النيل بالنسبة لمصر شريان الحياة. وتذكر في ذيك الفترة كنت أتابع المفاوضات بين البنك الدولي والحبشة لإيجاد تمويل ضخم لمشروع النهضة، لكن مصر بسبب انشغالها في مشاكل الداخلية نست التحديات الرئيسية التي سوف تواجهها في المستقبل. وبالفعل هذا اللي صار، لم تقم على هذا التحدي إلا أن بعد سد النهضة تماما على وشك الاكتمال. تكلمت أيضا عن نهري دجلة والفرات وقلت بأنه تركيا تبني سدودا كبيرة للتحكم سياسيا وماديا في مياه الفرات ودجلة إلى كل من سوريا والعراق، وتركيا تستغل الضعف العراقي والضعف السوري لمد هيمنتها في كل مكان. وأيضا تكلمت بأنه إيران في المستقبل سوف تستعمل ورقة المياه، لأن على الأقل نهر واحد كبير هو نهر ديالة أحدى فروعه يأتي من إيران، ونهر ديالة يصب في نهر دجلة جنوب بغداد. فإذا تأثرت المياه بسبب قيام تركيا ببناء السدود ونهر ديالة الذي يأتي جزء منه من إيران، طبعا نهر دجلة مياهه سوف تكون ضحلة جدا. تكلمت أيضا عن سد الوحدة الذي كان تنوي سوريا والأردن إقامتها لتنظيم مياه الليطاني، وكيف أن البنك الدولي منع القرض على بحجة بأنه نهر الليطاني من روافد نهر الأردن الذي تستفيد منه إسرائيل، وممكن إسرائيل أن تتأثر في الموضوع. في ذيك الفترة تكلمت عن الثورة التكنولوجية القادمة، هذا في التسعينات أنا أتكلم، لأنه الحقيقة الثورة التكنولوجية الثالثة هي بدأت تنضج في العقد الأخير من القرن الماضي وبدايات القرن الجديد، وبعد ذلك أتت الثورة التكنولوجية الرابعة التي نحن نعاني لحد الآن من تداعياتها. ولحد الآن أقول بأنه إحدى أشياء الثورة التكنولوجية الرابعة التي نحن غير منتبهين إليها لحد الآن التغيير الاجتماعي المتسارع، لأنه رسائل من الدول المتقدمة من كل الدول برسائلها بمضامينها ومعانيها سوف تعبر الحدود بدون قيود، وسوف تؤثر علينا لأنه نحن مجتمعات غير ناضجة. الطريقة الوحيدة لحماية أنفسنا هو وعي الفرد ووعي المجتمع وقدرة المناعة التي ممكن أن نعطي، وهذا يتطلب أجهزة ثقافية علمية تعليمية راقية، ومع الأسف هذه الأشياء غير موجودة عندنا. إذا أردنا أن نحافظ على بعض هويات مجتمعاتنا من المسق والذوبان، وفي نفس الوقت حتى لا تتحول مجتمعاتنا إلى متاحف منغلقة وجامدة. تكلمت كثيرا عن قضايا النفط والسوق العاملة، تكلمت عن واقع البائس للبحث العلمي والتعليم في الوطن العربي. فعلى سبيل المثال أنشأنا وزارات للتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات، لكن هل حقيقة هل لدينا نحن بحث علمي في الوطن العربي؟ حتى أعطيكم بعض الأمثال، بعض النماذج. في العالم العربي لكل مليون شخص يوجد هناك 300 عالم فقط، مقارنة مع الدول المتقدمة ومن ضمنها إسرائيل عدد العلماء الموجودين بين 2500 إلى 6000 لكل مليون شخص هناك، مع الفرق في نوعية العلماء هناك ونوعية العلماء عندنا، ومع الفرق
في الأموال المخصصة في الغرب والفرص المتاحة لهم للمضي في بحوثهم العلمية، وتكون الناتجة نزيف رهيب لعقولنا كأنما هي عقول فائضة للحاجة التي تسافر إلى الغرب، ليس من أجل قضايا مادية فقط، وإنما من أجل قضية تحقيق ذاتها وطموحاتها، لأنه مجالات البحث العلمي سوف تكون متوفرة. واقع القراءة في العالم العربي جدا جدا، وكتبت هذا في مقالة من المقالات حتى نعطيكم بعض الأمثلة. هناك لكل مليون عربي 3 عناوين من الكتب تصدر سنويا، مقابل 800 عنوان في مجتمع مثل إسرائيل لكل مليون إسرائيلي. فضلا عن نوعية الكتب، أكثر كتبنا مع الأسف تتناول في قضايا الغيبيات، وتتناول في قضايا الوضوء والحيض، يعني أشياء، وأكثر الكتب التي تقرأ تكون جزء من الديكور الداخلي للبيوت أكثر مما تقرأ. يعني الحال الموجود، يعني عدد الكتب، مؤسسة إحدى المؤسسات العربية المهتمة في هذه القضايا، نسيت اسمها، تقول بأنه عدد الكتب المترجمة من زمن الخليفة مأمون العباسي إلى وقتنا الحاضر تعادل عدد الكتب المترجمة في دولة واحدة هي أسبانيا، من اللغات الأجنبية إلى اللغة الأسبانية. أما إذا نأتي إلى الكتب العلمية فالمكتبة العربية جدا 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 فقيرة، وبالتالي لهذا السبب نحن لما نطالب بأن تكون اللغة الإنجليزية لغة منذ الصف الأول الابتدائي، لأنه اللغة الإنجليزية بالحقيقة هي صايرة لغة العلم. 80% من المعلومات المخزونة في جوجل هي في اللغة الإنجليزية، أكثر البحوث العلمية الآن تصير في اللغة الإنجليزية. المهم، هذا الكتاب يستعرض الأسباب الدفينة وراء التأخر العربي. لماذا هذا العالم العربي لحد الآن؟ لماذا كل المحاولات لإصلاح الأوضاع في العالم العربي، أي قوة كانت تأتي وتقوم بإنقلاب وتصدر بيان رقم واحد سرعان هي ما كانت تضيع في الدروب العربية المتعرجة؟ الحقيقة عندي الشيء الكثير اللي أريد أقوله، لكن ما أريد أن أروح في هذه القضايا، ممكن من خلال فترة النقاش قد أتمكن أن أضيف أشياء أخرى. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا أبو فيصل على أولا اختيارك بأن يكون التدشين في مجلس الخنجي، وهذا ليس أول تدشين. طبعا دشنا بعض الكتب سابقا، وربما آخرها كتاب الأخ مقبول حميد، وهو بكل تأكيد معنا اليوم حاضر، بس يمكن ما شفناه حتى الآن. ونشكر أيضا الدكتور أحمد والأخ خلفان على المقدمات السابقة. وأنا طبعا نحن أنا والأخ أبو فيصل تزاملنا من فترة طويلة بعد عودتي من أمريكا من الدراسة، يعني فبإمكانه أن يكمل حتى وقت السحور، والجميع طبعا الآن محجور ولا يشتكي من الوقت، وهذا من حظنا يعني الطيب، لأن ربما بعض المداخلات وبعض الأسئلة تريد تتعمق أكثر في أبي فيصل مثل ما قال الدكتور أحمد الإسماعيلي. فنبدأ ربما بالمداخلات. الأخ عبد الله الهوتي، تفضل عبد الله. ميوت. السلام عليكم. الصوت واضح على طول؟ كمل. لا ابو عمار، بين ابو عمار. اهلا وسهلا ابو عمار. هلا ابو عمار، اهلا وسهلا. يلا الكل يسال عن ابو عمار، وهذا ابو أيوه. عمار موجود الحمد لله، فقدنا ابو عمار. معك ابو سند. ابو عمار كيف صحتك؟ خلاص. عندي مداخله
بسيطة لو يسمح لي الدكتور أحمد، يعني المداخلة موجهة للدكتور أحمد. فالدكتور أحمد الإسماعيلي أخ وزميل وصديق، وطبعا المقدمة كانت عميقة، وأحب يعني أتحاور معه بنفس المنطق وبالفكر الفلسفي، وأكثر من ما هو يعني تعرض لفصول السبعة للكتاب. ركز الدكتور أحمد على التمرحل التاريخي، وذكرت الدكتور أحمد أو الحقبي كما سماها الدكتور أحمد، وهو التفاعل العقلاني بين السياسة والاقتصاد والاجتماع، يعني جوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فكمداخلة، هل هي أزمة ثقافة أو أزمة مثقفين؟ والتحول من القبيلة إلى الدولة، طبعا ندخل في فكر إنشاء الدولة ابن خلدون وجمال الدين الأفغاني، والعقد الاجتماعي من جان جاك روسو وهوبز وجون لوك، وندخل فيما بعد بالثالوث المحرم هو الدين والدولة. عجبني مقولة أستاذ مرتضى في أن الأموات ما زالوا يتحكموا في حياتنا، ولكن بكل تواضع أسأل الدكتور أحمد، ألا تعتقد أن تحميل الموضوع والفصول والتركيز على العقل العربي والتعليم والثورة الصناعية الرابعة كحلول إصلاحية، وهي شوية تبتعد إن صح التعبير عن حلول الجذرية الاقتصادية والفلسفية والفكرية في التغيير، يعني بما معنى آخر العنوان كمعالجة طبقية لأزمة حقيقية إنسانية وجودية، لأن العنوان كجدلية الذات بين الفكر والواقع تحمل اتجاه يعني غير ليبرالي أو رأسمالي، هو أقرب إلى الفكر اليساري إن صح التعبير. كنا ندخل، كنت يعني بوجهة نظر شخصية إن هي أقرب الفصول إلى جدلية الواقع والطموح، أو الواقع وإشكالاته ربما يكون أقرب، لكن كنت أتوقع يعني عن الهوية والأنا، لأن الإنسان عبر التاريخ وإشكاليات وجوده بالوعي الطبقي، فندخل في عالم آخر، هي هل هي ديمقراطية أو ديمقراطيات، هل الديمقراطية صحيحة بمضمونها الاقتصادي والاجتماعي وتداول السلطة، هل هي صحيحة في أمريكا وبريطانيا؟ ذكرها الكاتب الأمريكي جاك لندن في العقد الحديدي، وبعد عدة عقود يعني من كتابه هذا لاحظنا من خلال المكارثية بالتعامل الوحشي بين هذا الفكر، ونصبت الدول السبعة الكبار نفسها على العالم وتتحدث عن المجتمع الدولي. ومسألة الجدلية، نتعرض إلى العدالة الاجتماعية، ندخل في فكر العدالة الاجتماعية، وطبعا هم سوقوا تحت مسمى الحرية والديمقراطية عن طريق صندوق التقاعد، تصعفون صندوق الاقتراع. كان كيف يمكن للبلد أن يكون حرا أو يمتلك حرية؟ وبعدين ندخل في التيارات الإسلامية بعد، يعني خطة أوباما لو تعرفوها. لكن سؤالي هنا، ما رأيك بالتزاوج بين رؤوس الأموال والسلطة في الفكر التغييري؟ لأن الإصلاح هي مشكلة بنيوية، يعني بنيوية في النظام الرأسمالي الدولي، هي تبعية، التبعية بنية تتجاوز الواقع المحلي، وهي سياسية اجتماعية ثقافية. يعني هل هي عملية إصلاح كما طرحت من قبل الأستاذ مرتضى، أما احنا نبحث عن جدلية حقيقية تحمل فكر تغيير، يعني فكر عملية تغيير عميقة تشمل إنهاء التبعية والاستقلال والتنمية الوطنية وفق حاجات البلاد والشعب، وإعادة توزيع الدخل والثروة لصالح أوسع القطاعات الشعبية، وتجهيز البنية التحتية للنهوض بمختلف شروطها. يعني ماذا نحتاج نحو الحراك هذا؟
يعني برنامج دقيق. شكرا. شكرا شكرا أبو سند. نسمع مداخلات إضافية، نسمع من الدكتور أحمد يعني. بعدين بيرجع لك أبو عشان بس ما نفتح نسمع. الأخ سيمون. هلا يا هلا سعادتك، شكرا جزيلا. الحقيقة الأخ مرتضى واللي عرفوا عليه شألونا من مستوى إلى مستوى آخر، شيلونا من عميات المشاكل وتفاصيل هذه التحديات إلى جوهر الموضوع، إلى أسباب الوضع اللي نحن فيه، اللي هو إنه ليش نحن العقل العربي اللي كان لحديد سنة 1300 مثلا، هلا ابني كان جنبي عم يسمع المحاضرة، قال لي لحديد سنة 1200 80% من أسماء النجوم في الفضاء أسماء عربية، يعني نحن مكتشفينها، وبالخمسمائة سنة الماضية ما اكتشفنا، ما في اسم واحد، يعني في أزمة حقيقية رمى الضوء عليها الأستاذ مرتضى وشرحها دكتور أحمد بطريقة عميقة هزت دماغنا. ما لحديت اليوم بمجالس الخنجي مع احترامي لكل اللي قدموا، كنا نقدم قضايا معيشية حياتية، ما فتنا يوم بهالعمق التفكيري تندور عن الأسباب أزمة العقل العربي اللي احنا فيها. والحلو كان بالمحاضرة هي إنه التحليل عطى الأسباب، أعطاها، وبالتالي هي يعني هي الدواء. والسؤال الذي يطرح طبعا، طالما في عندنا مفكرين عرب مثل الأخ مرتضى، ليش ما عم نبدأ بالتنفيذ بشي مكان ما، يعني حتى بصغرى الأمور مثل اللغة الإنجليزية ما عم نقدر نطلع من الجدل. والشيء الحلو بدي ما نكفي بطريقة الترقيع هي إعادة الهندسة، هي الكلمة اللي ذكرها في كتابه، إعادة الهندسة المجتمعية تنوصل للمعرفة، ما بس نفرح بنتائج اللي توصل إلى العقل الغربي، بس نوصل نعمق، نوصل للمعرفة. إذن السؤال هو ما هي الأسباب؟ طالما نحن عارفين أو أحدنا عارف أقل ما يقال، الأخ مرتضى، أبو فيصل، الأخ العزيز، طالما عارفين جوهر المشكلة أي متى أو وين أو كيف نبدأ بتصحيح الوضع. شكرا. شكرا أبو كريم. نسمع الأخ أسامة البرواني. أنميوت. يسعد مساكم جميعا، وأنا متشرف بالمشاركة هذه، وعندي ملاحظة بسيطة جدا، مع الشكر طبعا لأبو فيصل والمشاركين جميعا. لما أراقب أنا الحضور أتساءل الجيل اللي هم القادم اللي رح يحمل هموم الكتاب كيف رح توصل له الفكرة، وحتى ما نقرأ على الكتاب وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ونلقى هذا الكتاب على أرفف التاريخ وأرفف الغبار، كنت أتمنى أو أتمنى لكل مفكر ولكل من له نتاج ثقافي إنه يحول هذا الكتاب من عمل ورقي إلى يعني نتاج معاصر بالأدوات المعاصرة، سواء كانت فيديوهات قصيرة تصل إلى الجيل الآخر اللي ما يقرأ الكتاب الآن، يعني هو عنده تليفونه موبايل متحرك ما رح يلجأ إلى الكتاب. وربما أستاذي أبو فيصل يذكر هذا الكلام من خلال من يقرأ هذا الكتاب أصلا، وكيف تصل هذه الهموم وتحول إلى كبسولات ثقافية تبث من خلال الوسائل التقنية المعاصرة. هذا جانب. ثم الجانب الآخر حتى ما أطيل، إحياء
إحياء للكتاب، أتمنى أنه المنابر الإعلامية القائمة سواء كانت خاصة أو حكومية تستضيف كل مؤلف، كل من له نتاج ثقافي في طاولة مع المفكرين والمختصين لمناقشة وإحياء هذا النتاج الثقافي. شكرا جزيلا. شكرا، شكرا لأخ أسامة. أبو رايد، تريد تقول كلمتين بمناسبة تدشين الكتاب سعادة السفير موسى؟ وأنت أبو رايد غيرت رأيك يمكن. أنا ميوت بليز. أخ خليل شكرا. الحقيقة أنا ما عندي شيء أضيفه إلى ما قاله الأخ دكتور أحمد والأخ خلفان ومرتضى بنفسه عندما شرح الكتاب. أنا طبعا اللي يهمني الآن هو موضوع العمانيات، لأن في الكتاب فيه أشياء كثيرة، ولكن موضوع عمان موضوع مهم جدا. هو طبعا هي عبارة عن سلسلة من المقالات، وأنا قريت كثير من هذه المقالات عندما كتبت، وأنا ألتقي بالأخ مرتضى بن فترة أخرى، يمكن كل أسبوعين مرة نجلس في بيته وفي بيتي ونناقش هذا الموضوع. هو طبعا الأخ مرتضى يعني عرف المشاكل وشرح المشاكل واقترح الحلول، وهو أيضا عرف التحديات وقال بأن كيف إحنا نواجه هذه التحديات. فأنا ما عندي شيء أضيفه. أنا أتمنى بأن المنفذين اللي في البلد، ما كل واحد راح يقرأ الكتاب صحيح، وما مطلوب من كل واحد يقرأ الكتاب، ولكن إذا المنفذين والقادة وذيل اللي بالفعل بيدهم الحلول يقتروا الكتاب ويحللوا المشاكل ويشوفوا الحلول، هذا يكون كافي. شكرا. شكرا أبو رايد. أنت يعني بالنسبة لك أبو فيصل هو ولد خالك، وأنتوا درستوا ربما مع بعض في بريطانيا. هل هو كان من يوم هو كان صغير يعني بهذا الفكر الواسع، ولا كان كيف كان وضعه يعني؟ نعم، أنا عندي رسائل منه كتبت في السبعينات، وطبعا اللغة العربية، وكان يكتب رسائل جيدة وعنده أفكار جيدة، ولكن طبعا نحن كطلبة ما كنا نناقش مواضيع العمالة والتوظيف والنفط وكل هذه الأمور، هذه جت بعدين. ولكن نعم كنا مع بعض ندرس في لندن، وأيضا كنا في العراق مع بعض في فترة. في الخمسينات كنتوا أنتوا تريدوا تتابعوا المباريات، وهو يريد يتابع عبد الناصر وخطاباته، صحيح؟ صحيح صحيح، هو كان في السياسة وأنا كنت بعيد عن السياسة. شكرا جزيلا. تفضل المحامي وليد. تفضل. أول شيء نشكر أبو عبد الله على هذه الاستضافة، ونشكر الأخوة الأعزاء شرحوا عن الكتاب، والمؤلف أبو فيصل. أنا بيتكلم الموضوع أكثريته فلسفي. الفلسفة تختلف بين القاري حول الأدب العربي، وكذلك القاري حول السياسة العربية، وبالذات القومية العربية اللي كان ينادي بها أيام جمال عبد الناصر القومية العربية. النقطة الوحيدة ما زلنا نقول ما هي النتائج الفعلية تكون عملية، لأن أستاذ مرتضى كتب من الثمانينات أو من السبعينات، يا ريت في مثال موجود لحلول هذه، وبالذات التعليم والتعليم المهني الذي أستاذ مرتضى كان ينادي في تصحيح المسار التعليمي، والكلام الجدلي وما هو جدلية الذات، هل هناك في تغيير حصل؟ وحتى الآن إن نرى بأن لا يوجد هناك نقطة الفاصلة التي حدثت في تغيير هذا، وبالذات العمالة المخرجات اللي أكثر من اللي موجود. وشكراً لك أبو عبد الله على استضافتك. شكراً. سعادة السلطان بن ماجد.
ربما لك مداخلة، وأنت عايش أبو فيصل عن قرب ومقالاته كذلك. تفضل أبو ماجد. بارك الله فيك. السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا لكم أخوان الأعزاء، شكرا لكم أصحاب المعالي. إذا اسمحوا أنا عندي بعض الملاحظات، يعني ملاحظة بسيطة. إذا جينا على أبو فيصل، أبو فيصل ونعم دائما دائما يتكلم في العمق، ولكن أوقات على من تقرأ زبوه وكيده. الكتاب الذي ألفه أبو فيصل هذا بس مفروض يقول من لم يهل 200 شخص اللي هم النافذين بإمكانهم يطبقوا هذه الأفكار وهذه المقترحات التي أتت في هذا الكتاب. هذه النافذين لو قاوموا مثل هذه الملاحظات وأخذوا ببعضها وليس بكلها لكان تغير الحال. هذا من متى يدق ناقوس عن العمالة الموجودة، عن الباحثين عن عمل، عن الحالة الاجتماعية، عن الحالة الاقتصادية، ولكن والنتيجة بعدين إيش؟ أنا لاحظت ملاحظة حاجة أيضا في مداخلة أبو فيصل عندما تكلم عن نهر النيل وسد النهضة، وتكلم عن نهر العراق، وتكلم عن تركيا. أنا كنت أريد أن نتكلم عن شيء آخر اللي هو أبدأ، نتكلم عن الأنهار اللي معنا إحنا في عمان، المياه معنا في عمان المهاجرة التي ما استغليناها ولا استغلتها الحكومة. أعطيكم مثال إخواني على ولاية من أحدى ولايات السلطنة اللي هي ولاية السنينة. عدد الآبار اللي فيها 1004، عدد الآبار للعمانيين، هذه الإحصائية قديمة عندي شوية، يمكن كانت 2008. العمانيين حالهم 198 بير، غير العمانيين 754. قد يستوى هنا فرق، ما جاءت 198 و754 ما جاءت 1004، لأنه أيضا هنا كانت محصاية الآبار مع الاستكشافية فما جمعت، لأن هذه آبار مزار. كذلك نتعرف على منطقتنا زين اللي هي أشهر منطقة وأفضل منطقة في المياه، وتستخدمها دائما المزارع مالها لهجنة رئاسة، سواء في أبو ظبي أو في دبي. عدد المزارع للعمانيين 12 مزرعة، عدد المزارع لغير العمانيين 69. وإذا جينا هنا لما نقول مزرعة تراك حسب من 20 فدان فما فوق. أتمنى أول شيء إحنا نعالج بعض الهموم اللي معنا، الهموم اللي في وطننا، ولكن للأسف هذه العويدة استوت بعيدة والسنين استوت بعيدة عن التنمية. ليش؟ لأنه إحنا كان دائما وكلها من مركز على تنمية محافظة مسقط. محافظة مسقط فيها مع 28 ما بين كلية وجامعة أو أزيد، وهي كلها في محيط 60 كيلو ولا 50 كيلو. باقي المحافظات إيش؟ ثاني شيء لما نتكلم إحنا عن الديمقراطية، إحنا ما تكون عندنا ديمقراطية. إحنا طالما إن معشعشة فينا القبلية، معشعشة فينا المذهبية الدينية، إحنا نظل حبيسين لهذه الفكر الديني المقيت الذي دائما متعشش في عصبيته لمذهبه. يا أخي الله واحد والقبلة واحدة والقرآن واحد، الواحد يعبد الله كيف ما يشاء، ما أنا جاي يحاسب رب العزة. أيضا إن شاء الله. أيضا النقطة الأخيرة وهي للأسف غابت عن بالي، كنت مركز في هذا النقاط. بارك الله فيكم ونتمنى لكم التوفيق، ونشكرك يا أبو عبد الله. يمكن لا يهم. العفو العفو. الله يسلمك. يمكن لا يهم يتذكر نقطة ثالثة. لا يهم. يمكن تفضل. لا يهم. سعادتك جزاك الله خير على هذا الجلسة وعلى هذا المجلس الذي هو يناقش هموم عمان دائما. بارك الله فيك وشكرا لكم جميعا. شكرا جزيلا. شكرا أبو ماجد. الله يبارك فيك سعادتك. لا خير.
ليها من تتعرفت على أبو فيصل عن قريب أظني، وأنت تمثل فئة الشباب، لأن ربما البعض أيضا يقول هذه جلسة شياب يعني كلها، يشوفوا لحيت أبو ماجد طويلة لكنه هو شباب يعني من فئة الشباب مثلك أنت. الله يخليك. بارك الله فيك سعادتك. الله يسلمك. أبو فيصل فضل. أبو فيصل قد يكون عمره أواخر السبعين إذا ما خانتني التعبير، ولكن أبو فيصل يحمل قلب شاب. يعني كنت أقول له أنا تستطيع الزواج الآن، لكن هو ما يريد يتزوج. على العموم شكرا سعادتك على الفرصة. عندي سؤال صغير وبسيط. أبو فيصل شكرا جزيلا على الكتاب هذا، حقيقة إثراء كبير للمكتبة العمانية. يمكن ما زال بعده بيننا نحن وبين بعض المكتبات، لكن إن شاء الله سوف يصل صدى صوته إلى جمع كبير من المهتمين. سؤالي البسيط أبو فيصل، العنوان بصراحة جميل ومختصر لجميع المقالات المنشورة في هذا الكتاب المعرفي. بما أن المشكلة الحالية هي مشكلة اقتصادية بامتياز على مستوى العالم، وأزمة كورونا وتبعاتها الاقتصادية هي ما تثقل هموم الحكومات في العالم، سؤالي البسيط، هل بالإمكان قوقعة الجدلية التي هي بين الفكر والواقع، سواء للمسؤول، للمواطن، للرب المنزل، للطالب، في مسألة تسهيل بعض الانسدادات الفكرية فيما يخص الانفتاح الاقتصادي، بما أنه نحن مثلا النفط يشكل هاجس كبير من الموازنة العامة للدولة، هل عندنا حلول ممكن أنه نختزل بها واقعنا الاجتماعي والسياسي؟ في حلول ممكن تخرجنا من بعض الممنوعات لننفتح سياحيا اقتصاديا مع دول نستطيع منها أن نتشارك منافع كبيرة؟ رأينا أنه في تجاذبات قريبة للسلطنة مع المملكة العربية السعودية، مع تركيا مؤخرا، مع بعض الدول التي يمكن أن ننشأ معها علاقات اقتصادية استراتيجية. هل يمكن أن ننفتح مثلا في الدقم على سبيل المثال؟ الدقم منطقة اقتصادية واعدة فيها مشاريع كبيرة، هل نستطيع مثلا أن نجعلها منطقة مفتوحة على مصراعيها، يعني صالات قمار، محلات تجارية كبيرة، ننفتح على فيزا بدون كفيل؟ يعني نريد أن نخلق فرص عمل، نريد أن نخلق امتداد واسع للحكومة بحيث أنها تستطيع أن توزع إيراداتها. هل ممكن أنه نصل إلى هذا الواقع؟ شكرا. نعم نعم، والحلول أن تقرأ الكتاب، وأكيد في أحد المقالات الحلول موجودة، والأخت مريم الزجالي أيضا رئيس جمعية العطاء موجودة معنا هنا، ولعلمكم أنه الكتاب ممكن يوصل حتى في وقت الحظر والحجر، لأنه طلبات يوصلوا يعني الكتاب، فأي واحد يريد الكتاب يتصل بالأخ خلفان الطوخي وبيدله على أقرب مصنع. فالحلول موجودة هي، ولكن كما قالوا المنفذين بعدين بيعملوا خطة تنفيذية إن شاء الله للحلول. الأخ مهند العصفور. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم الله. أنا تعليق بسيط حقيقة يعني أستاذنا الكبير أستاذ مرتضى أبو فيصل، أنا يمكن زاملته في السنوات الأخيرة فقط من خلال لجنة تنظيم سوق العمل، وأكبر في هذا الرجل كثيرا يعني تواضعه الجم حقيقة. هذا الرجل مستمع يعني رغم خبراته الكبيرة وتجربته في الحياة والعمق المعرفي، ولكنه مستمع جميل جدا ومستمع جيد ومشارك دائم ونشيط في لجنة تنظيم سوق العمل، كثير من الحراك يعني. ولكن ما شدني اليوم يمكن كتعليق أنه بدايات اهتمامه في الجانب، رغم اهتماماته السياسية يعني وبعض الاهتمامات الأخرى، التركيز على الجانب التنموي، وتحديداً وأهم جزء من هذا الجانب وهو العنصر البشري. يعني هو شدني كثيراً حقيقة أنه يعني تشخيصه للمشكلة منذ بداياتها، بل قبل بداياتها أصلاً، يعني كان يستشرف وجود المشكلة وشخصها تشخيص دقيق، ولا زال حقيقة لازلنا ننهل فيه. يمكن كثير من الأعضاء موجودين معانا اليوم حاضرين جزاهم الله خير، من ضمنهم أستاذ سيمون، أستاذ أسامة، يعني أستاذ محمد العنسي رئيس لجنة وغيرهم موجودين معانا، وحقيقة يعني جزاه الله خير. فبس هي حقيقة إشادة بهذا الفكر اللي يفترض أنه يستفاد منه بشكل أكبر حقيقة. يعني هو رجل ما متوقف، البعض أشار أنه ما هو الفائدة ولماذا، أنا أعتقد الاستمرار هذا مهم جدا، يعني بغض النظر أنه
سابقا لماذا لم تطبق هذه الأطروحات وغيره، ولكن من المهم أن يبقى بهذا الروح بهذا الزخم بإذن الله تعالى. وأميل أيضا أشجع على طرح اللي طرح الأستاذ أسامة بتبسيط الفكرة، هنالك وسائل، ولعلي أقترح شيء بسيط هنا. اليوم توجه كما تعلمون كثير من الكتب العالمية، أصبحت هنالك مواقع متخصصة لشيئين: أولا عمل خلاصات لهذه الكتب، تلخيصها بخلاصات بسيطة ليس فقط للشباب بل هذا للجميع حقيقة. المشكلة ليست مشكلة شباب، إحنا كمجتمعات ورذب الحياة وزخمها أصبح من الصعب أن نقرأ قراءات إلا للبعض اللي عنده الاهتمام حقيقة. فبالتالي الخلاصات وسيلة جميلة جدا توصل الفكرة بشكل بسيط وبشكل معمق، بالإضافة لليوم اللي هي الخلاصات الصوتية، ليس فقط يعني فقط الخلاصات المكتوبة، أيضا هذه مجالين. ولعل إن شاء الله بنتواصل لاحقا مع أبو فيصل، ممكن أقترح في هذا الجانب في أحد الشركات المتخصصة، لعله نوفق أنه إن شاء الله تعالى سواء لهذا الكتاب يعني بعمقه وإراثة أو حتى لأشياء أخرى ترونها مناسبة، ممكن حتى نطلق يعني مبادرة في هذا المجال إن أحببته. أنا بس ما حبيت أشير له، شكرا جزئيتي يعني أبو فيصل يعني حقيقة، وإشادتي أنا يعني علم يعني عملت معه عن قرب، وهذا الرجل ما شاء الله عليه تواضعه الجام وحرص الدائم، هذا شيء نكبر فيه كثيرا، جزا الله خير وشكرا لكم. شكرا شكرا. الأخت بدرية، الحمد لله عنصر نسائي جانا في النهاية. السلام عليكم أبو فيصل، مبروك عليك تدشين الكتاب، وللأسف ما وحيت أقرأ بس أوعدك أن أقرأ بإذن الله. أنا سؤالي بسيط، بالنسبة تكلمت عن الموروث أو الهم إنزين العربي، هل هو يورث وهل يؤدي إلى جلد الذات؟ لأن حقيقة يعني هذه بس ملاحظة، يعني إحنا ما أقدر أعمم لكن الأغلبية، موضوع ما صار موضوع تحدث عن واقع، الموضوع صار يعني 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 صار كثير جلد ذات أكثر من إيجاد حلول، فبغيت أسمع وجهة نظرك في هذا الموضوع. وشكرا وشكرا على أنك يعني جعلت ريع هذا الكتاب لدار العطاء، فهذه بروحها بصراحة هذه مبادرة جدا جدا رائعة، أحييك عليها. شكرا بدرية، أكيد يورث ونحن الورثة ترى جالسين الحين نسمع. الأخ يوسف، يوسف آيفون، من يوسف؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يوسف بن حمد البلوشي. دكتور يوسف تفضل، حياكم الله، الله يسلمك. أنا بس عاد قلت أمسي عليكم، وبأمان الكتاب ما قرأنا، مشكلة الطلبات ما توصل للسويق، ولكن على طول بنعمل له أوردر الحين. المهم الكتاب يعني، والأستاذ مرتضى مدرسة صراحة، يعني أنا شخصيا أتعلم منه الكثير، ودائما نستمد ما نكتبه من حتى من أفكاره. بس يعني أنا بالنسبة لي يعني هو قامة كبيرة ويفترض أنه يقود فكر تغييري للمرحلة القادمة، يعني إحياء الشعوب ونهضة الأمم ما تأتي يعني كذا إلا بالإرادة والتغير الحقيقي في كثير من المفاهيم. هو يتكلم عنه النهضة العربية وإحياء الشعوب العربية وأهمية الرجوع إلى ما كتب، وكيف فعلا النهضة العربية كانت موجودة بكل قوتها. أنا أقول له نحن بس نعمل زوم على عمان، بس عمان كانت يوم من الأيام نهضة حقيقة الكل يتكلم عنها، وبالتالي إحنا ما نحتاج حقيقة كثير إنه ما نعزز هذه الـ يعني ما كتب عن عمان، وكيف عمان يعني مرت لتقود يعني حقبة زمنية مهمة. يعني هالأيام الواحد يتابع المسلسلات التركية مثل أرطغرل وهذه، تحس يعطيهم مثل الإرادة، الأتراك تلقاه يعني لما يتابع هذه كيف الدولة العثمانية قامت وكيف يعني واجهوا التحديات وكيف بإرادتهم. أعتقد أنه إحنا في عمان نحتاج يعني مثل القامة الكبيرة هذه يقود لنا مثل هذا الفكر، لأنه هي إرادة الشعوب متى قالت نعم نستطيع. أمامنا رؤية فرضا جديدة، رؤية 2040، عندنا سلطان جديد، لو فعلا إحنا بس غيرنا أنه فعلا نستطيع، وأنه يعني احنا ما جايين من فراغ، البلد لها تاريخ لها مقومات، واللي وصلوا احنا نقدر نوصل معهم. هو هذا الفكر الحقيقة اللي يعني نتمنى انه فعلا نضخه في المرحلة، وهو قامة كبيرة اعتقد ممكن يعني هي كلها افكار في النهاية كلها فلسفات، وهو بأمانة يعني رجل محبوب من الشباب ومن الكبار ومن الحكومة، وبالتالي يعني هذا ما يعني نتوقعه منه. والكتاب أمانة ما أنا ما قرأته، بس أنا أقرأ كل مقالات اللي تنزل حاليا، وبالعكس إحنا نقدم له كل التحية
وكل الاحترام، وهو بالنسبة لنا فخر كبير يعني. وشكرا دكتور. تقدر تستأجر شاحنة 3 طن وتقدر تجي تشتري الكتاب يعني إذا ما يوصل السويد. زين. شكرا جزيلا. نرجع لك يا أبو فيصل بعد ما سمعت كل هذه المداخلات والمحبين، ما أعرف إذا كان زاد غرورك ولا لا. هي عدة أشياء أحاول أن ألخصها. بداية أنا أقول يعني بالنسبة للأشياء الكثيرة التي نواجهها، الإنسان الحقيقة بصورة عامة الذي يعيش في بيئة مغلقة، وبيئاتنا تقريبا كلها من ناحية ثقافية ومن ناحية العلمية ومن ناحية الانفتاح العالم هي بيئات مغلقة، فهذا الإنسان إجمالا يعيش بعد ذلك طول حياته هذه البيئة التي تؤثر عليه. وأنا سميته في إحدى مقالاتي بالتنويم الاجتماعي، وقلت مثل ما هو موجود هناك تنويم مغناطيسي هناك تنويم اجتماعي. فهذا الإنسان عندما يكبر يرى الأمور من خلال ما أوحى إليه مجتمع صغير، والإنسان الذي يعيش في بيئة منفتحة أكثر أكيد ذهنه يكون منفتح على أشياء كثيرة، وقدرة الابتكار وقدرة التفكير تكون لديه أكثر. الشيء الثاني الذي أردت أن أقول، أحد الكتاب العرب الحقيقة سمى المجتمعات العربية بمجتمع الحشود، ويقول المجتمع الحشود تعريفه هي أقليات تتحكم في الأكثرية، والحكومات ليست فقط تصادر حق المجتمعات في التعبير عن رأيه، وإنما هي السلطة هي تحتكر الدولة من أجل مصالح خاصة، وهذا ما رأيناه في العالم العربي. وعادة هذه المجتمعات اللي هو سماها مجتمعات الحشود هي أكثر الشعوب، هي أكثر الدول الخاضعة لشيئين، الاستبداد وفي نفس الوقت التقيد بالعادات التي تعتبرها مقدسة ولا يمكن أن أحد يقترب منها. والحكومات العربية منذ الاستقلال العربي سوف نرى هي استعملت كل وسائل التكنولوجية ليست من أجل انفتاح البلد بقدر ما استعملتها من أجل تشديد القبضة على شعوبها. وكلما ما كانت الوسائل التكنولوجية التي تستعملها كلما ابتعدت عن التكنولوجيا الحقيقية وابتعدت عن روح العصر الذي نعيشه. وبالتالي الدكتور أحمد كان يتكلم عن الحداثة والتحديث، وأيضا هناك كلمة أخرى اللي ممكن نستعملها، الدولة المعاصرة والدولة العصرية. فأصبحنا جميعا معظم الدول العربية هي دول معاصرة، بمعنى هي تستخدم الوسائل التكنولوجية لكن هي لا تتصرف مثل تصرف الدولة العصرية التي تأخذ مما يحدث في العالم كمنهج للأشياء الأخرى. بالنسبة لسؤال آخر، هل عندنا ثروات أخرى؟ نعم عندنا ثروات أخرى. الأخ الأيهم تكلم عن السياحة، لكن أنا أقدر أقول مرة ثانية نحن نريد السياحة ولا نريد السياحة. السياحة صناعة حساسة جدا ولا تتحمل شروط كثيرة، ولا نتمكن أن نقول للعالم تعالوا لعمان من أجل، هناك مناطق كثيرة في العالم حول السياحة، لماذا يأتون إذا عندنا قيود أكثر من اللازم؟ وحتى هؤلاء الذين يعارضون الآن الانفتاح السياحي عندما سوف يشعرون بالفوائد المترتبة على السياحة، السياحة حسب منظمة السياحة العالمية كل 1,000,000 سائح يأتون يوفرون 100,000 فرصة عمل، يعني 10 ملايين سائح يوفرون 1,000,000 فرصة عمل في جميع أنحاء البلاد، وأكثر الوظائف الموجودة هي ذات القيمة المضافة، والريال العماني أو النقد المحلي في أي بلد يبدأ بالدوران يروح من يد إلى أخرى. فلذلك لما ما يكون شيء احتكار في السياحة، ما يكون إيش احتكار في السياحة، احتكار سياحي
يعني هو على كل حال يعني هي كل الأشياء لها شروطها، فأما نحن أن نقبل الأشياء ونتحمل ما في كل قضية في الحياة في أشياء إيجابية تذكر وأشياء سلبية لا تنكر. نحن لا نتمكن أن نأخذ من الشيء الإيجابي لأنه ما ممكن هذا الشيء يصير، لابد نحن نقوم بالمعادلة بين الاثنين، لأنه الفقر أيضا يؤدي إلى الجريمة، يؤدي إلى أشياء كثيرة. ولذلك هناك مثل بغض النظر من قاله لو كان الفقر رجلا لقتلته. فنحن أن نعم ثروات كثيرة إذا نتمكن كيف أبو فيصل. أبو فيصل نعم أبو فيصل لو تسمح لي مثلا إذا لو نتوقف عند النموذج السياحي أو القطاع السياحي، أنا دائما يعني أريد القطاع السياحي، من هو أقرب نموذج لنا مثلا أن نقتدي به؟ هل هي ماليزيا؟ هل هي مثلا مصر؟ هل هي دبي؟ وين أفضل نموذج أقرب لي؟ أنا أعتقد في أي مكان أنت نظرت ما في هناك لو نظرت في كل النماذج تشوف أشياء مشتركة فيها. أنا لا أقول بأنه القضايا تنفتح مثل ما موجودة في أوروبا، في هناك أشياء كثيرة نقدر نتعادل بيناتها. دبي أيضا ما بريء من هذا الشيء، مصر، لبنان، كل الدول هناك قدر معين. إذا تسمح لي نقطة هنا، إذا تسمح لي أبو عبد الله. نعم تفضل. أنا أقصد لك هنا السياحة محتكرتنها شركات معينة. إحنا ما عندنا الحين سياحة، إحنا فيلا يجيبوهم طائراتهم على موسم على جرباتهم ويسيحوهم في منتجعاتهم ويردوهم. احنا ما معنا سياحة، احنا معنا سياحة موجهة معنا احنا الحين. هذا السبب. يعني لما تقول لي مليون يشغل لي 100,000، لا، المليون هذا لما يجي ما يشغل لي 100,000، انا اي شغل لي بس فئة معينة هي اللي جابته اول شيء عن طريقات الجروبات مالهم، شلوهم في باصاتهم، ودوهم في منتجعاتهم، مشوهم معهم، ثم بعد ذلك يلا على المطار مسقط رايحين مرة ثانية. احنا ما عندنا هذا ليس سبب هذا ليس سبب، هذه نتيجة لأسباب عديدة نتج عنها ماذا تفضلت فيه. لكن إذا أنت فتحت البلد أنت يقدر أي واحد يأتي، لكن العملية ما تتم فقط في منح الفيز، مثل لابد أن نبني بنى أساسية كاملة للسياحة في البلد. بدون ذلك ما راح يأتون الناس، يأتون مجرد لا يلقون لا أماكن الترفيه ولا سواحل للسباحة ولا، فهناك شروط معينة علينا كمجتمع أما نتقبلها أو لا نتقبلها. إذا لا نتقبلها نسكت عن الموضوع ونرى الأشياء الأخرى. هناك الصناعات الآن، البترول الذي نحن نصدره كله بترول خام، إذا عملنا صناعات تحويلية عشرات الأشياء التي ممكن بأضعاف ونبيع بأضعاف أضعاف السعر، وممكن نعمل فرص عمل متناهية. لكن فرص العمل أيضا حتى تكون موجودة لابد نظام التعليم والتدريبي إعادة هيكلته من جديد، لأنه بهذا النظام التعليمي وهذا النظام التدريبي ما يقدر هو أن يؤهل شبابنا إلى التحديات الجديدة، وخصوصا نحن ندخل في الثورة التكنولوجية الرابعة ونحن نحاول أن نوفر فرص العمل لجيل الثمانينات، بينما هذه الوظائف معظمها في خلال 10 سنوات 15 سنة ممكن أن تختفي من ضمنها الوظائف التي يشمل أكثرية العمانيين، وهي أكثرها وظائف إدارية. مع الأسف هذه الوظائف سوف تختفي في خلال 10 سنوات، ومرة ثانية سوف نواجه مشكلة جديدة بدل ما من الآن أن نهتم بما هو القادم. شكرا أبو فيصل. الأخ خليل البوشي. أبو فيصل الأخ خليل تفضل. خليل البلوشي. السلام عليكم. عليكم السلام. أريد أرجع إلى موضوع الجدلية، ونستغل وجود مفكر مثل
الأستاذ مرتضى بيننا. أولاً مبارك عليك الكتاب وإن شاء الله نقرأ. أريد أرجع لكلمة قلتها أستاذ مرتضى اللي هو الماضي يتحكم فينا والأموات تتحكم فينا، وأنت كنت من الناس اللي كان يعني من ضمن الأشياء الاستشراف المستقبل لما كتب في التسعينات عن البحث هذاك عن السوق العمل وكذا. الماضي أنا أجزم أنه 100 سنة قبل الوقت القومية العربية والشعارات الكبيرة اللي كانت، ولكن مثل ما ذكر أستاذ سيمون أنه ولا اسم للنجم في آخر 5 سنوات، ولكن قبل 500 سنة قصدي قبل 1000 سنة العربية أو الدولة الإسلامية وقتها في الأندلس كان في أوج تطورها، العلم وصل إلى ما وصل إليه، والمكتبة ما فقط العربية العالمية كانت ثرية بالكتب العربية. فإذا أي ماضي نتكلم؟ هل الماضي مثل ما قلت أنت اللي مرتبط بالدين، لما الغرب مثلا ابتعد عن القداسة وتطور، ابتعد عن الكنيسة وتطور، وهل لما كنا في الأندلس كنا هل قريبين من الدين، أو الدين كان الأساس عندنا من كذا تطورنا، أو كنا نركن الدين جانبا؟ فنريد نستغل وجودك معنا عشان نعرف هذه الجدلية بين الحداثة والدين والتطور. شكرا. أبو فيصل سمعت السؤال؟ نعم سمعت السؤال. تفضل. أقول بصورة سريعة لأنه ما أريد أدخل كثيرا في قضايا الماضي، لأنه المشكلة الكبيرة اللي صار إحنا عملنا لما أعطينا صفة القداسة لأشياء كثيرة ما قدر العقل أن يذهب إليه باستعمال آليات وأدوات البحث المطروحة مثل ما الأوروبيين قدروا يعملوها، فوقعنا أسرع في هذا الموضوع وما نقدر أن نقترب منها، لأنه بالنسبة للأشياء المقدسة أي واحد يريد تناولها يقال له أنت بدأت تتناول الذات الإلهية، فهذه القضايا أصبحت معقدة جدا جدا. لكن بالنسبة للحضارة العربية، الحضارة العربية انتهت، هي كانت المرحلة العباسية الأولى التي انتهت في زمن المتوكل العباسي، وبعد ذلك بدأت الدولة العباسية ولو فيزيكلي استمرت إلى المغول هاجموا بغداد، لكن كانت مريضة تماما، يعني العطاء توقف، لأنه حركة الترجمة عندما منعنا حركة الترجمة، لما منع الفكر الإغريقي، لما أحرقنا كل كتب الفلسفة، بدأنا في مشكلة ما زالت نعاني منها. وبعد ذلك تعرفون أتت الدولة العثمانية وأتت دول عديدة، ولم نتمكن أن نأتي، وكانت بعد مرحلة الاستقلال فترة أن نتعلم ماذا عمله الغرب منذ قيام الثورة المعرفية هناك، لكن مع الأسف دخلنا في متاهات أخرى. حاولت النهضة العربية الكبرى التي أقيمت في القاهرة، وكان من إحدى أبطالها أحد الأسماء اللي طرحتوها جمال الدين الأفغاني، لكن سرعان ما تغيرت، لأنه ما قدروا أن يعني راحوا في قضايا اللغة وفي قضايا التجديد، وكان بإمكانهم أن يذهبون في أشياء كثيرة من الغرب أن يتعلموها، إلا شيء واحد لا يتمكن العرب يتعلموه إلا من خلال أنفسهم، وهو الخصوصية العربية المعقدة التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة. هذه وصلنا إلى الشيخ أحمد خشبة. تفضل الشيخ أحمد خشبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني هو أولا السلام عليكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا وأن يبارك في هذا الجمع الكريم. ونحن في حضرة مجلس الخنجي نلتقي دائما بنخبة المجتمع وزبدة الفكر في سلطنة عمان. والحقيقة أن السؤال الذي طرحه عليك الدكتور خليل ما زال قائما، الدكتور خليل بلوشي ما زال قائما، أبو فيصل أستاذنا الحبيب أستاذنا الدكتور مرتضى، ويعني ما عرجت به أن أزمة الفكر العربي خاصة في نهاية القرن التاسع عشر عندما كتب الشيخ عبد الله النديم
كتابه بما تقدم الأوروبيون وتأخرنا والخلق واحد، أو ما كتبه الأمير شكيب أرسلان عندما كتب لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم، وكتابات جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ومن جاء بعدهم. الحقيقة هي تساؤلات تزامنت في ذاك الوقت، يعني هم أرجعوا سر التخلف إلى الاستعمار وإلى الغرب، وأن عدم تمسك المسلمين بدينهم أو خروجهم عن النهج الإسلامي الصحيح هو الذي أدى بهم إلى ذلك. وبقيت الأسئلة مطروحة وبقي الجدل مطروحا حتى مع المفكرين المعاصرين. إذا كانوا في القرن التاسع عشر قالوا أن سبب تخلفنا هو عدم تمسكنا بالإسلام في ذاك الوقت، وحضرتك أرجعت أن الفكر توقف عند الدولة العباسية في مرحلة المتوكل أو غيره، وما أعاده المفكرون المعاصرون في زمننا ونحسبك منهم يا أستاذ مرتضى، أن يعني لما طرحوا إشكال تخلفنا وتقدم غيرنا، الحقيقة أنا والله العظيم بصراحة عندما أنظر إلى اليابان وإلى الصين وإلى كوريا وإلى الهند، كنا زمان لما نحب نسخر من واحد نقول له أنت هندي، الآن عندما تنظر إلى أكبر ديمقراطية في العالم وهي الهند التي تمتلك مقومات كثيرة وستخرج من أزمة كورونا قريبا منتصرة، لأنها تفكر خارج يعني أطر كثيرة تحاول أن تخرجها من هذه الأزمة، وستخرج منها الهند قوية. أفريقيا التي كنا نسخر منها، السياحة التي تكلمتم عنها وطرحتم إشكالياتها، الكلام الذي طرحه وحاول أن يطرحه الأستاذ أبو ماجد وحاول أن يأخذكم إلى أن يأتي بكم من الخارج إلى الداخل العماني ويطرح إشكالياته وقضاياه، الدول الإقليمية حولنا في المنطقة التي تنظر إلى العالم العربي بشكل أو بآخر، تركيا، إيران، باكستان، المناطق الأخرى التي تنظر من ناحية دولية إلى المنطقة العربية، كل هذا الذي أنا قدمت لكم الآن سلطة، كل هذا الذي يحدث أنا أحسبه وأرجعه إلى أزمة كبيرة جدا يعاني منها العرب والمسلمون. لا أريد ممارسة جلد الذات بصراحة، لا أريد ممارسة جلد الذات أو الترويج إلى اليأس أو قطع الأمل بإمكانية التغيير إلى الأفضل، بل أؤمن بأن دوام الحال من المحال، ولا بد لهذه الأمة أن تنهض وأن تتغلب على مشكلاتها، لأنها أمة نجحت في تطبيق منهجها وسادت بهذا المنهج، يعني هو منهج تم تجربته ونجح. أنا لا يعني لا أمارس جلد الذات، هي أمة تستطيع أن تتغلب على مشكلاتها وأن تأخذ بناصية الحضارة والديمقراطية يوما ما. يعني الحقيقة، وأنا أفكر معك أستاذ الكبير العزيز أبو فيصل الذي عندما أراه أشعر بسعادة كبيرة، أفكر معك بصوت عالي أنه من الجيد أن نحس بالمشكلة، لكن من الجيد أكثر أن نتلمس أو أن نضع إجابات حقيقية بعيدة عن أطر المناطقية أو المذهبية، أو لا ننطلق من 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 منطلقات ضيقة في الحلول. يعني أرجو أن تكون الحلول بنظرة أوسع لنجيب عن التساؤلات المرتبطة بالمشكلة، أو الإجابة عن السؤال عن سبب تعثر العرب وتقدم غيرهم. الأهم من كل ذلك هو كيفية تحويل هذه الإجابات إلى استراتيجيات عمل، ومن يأخذ بناصية الانتقال والتغيير. هل الفسدة هم الذين يمكن أن يغيروا؟ لا يمكن. هل هي الأنظمة والنخب القائمة نفسها التي تماهت وأصبحت جزء من التخلف الذي نعيشه؟ هل يمكن أن يأتي الحل ممن صنع المشكلة؟ الحقيقة يعني أنا يعني أطرح هذا الكلام وتلك السلطة التي قدمتها لحضرتك يا أستاذ مرتضى لتجيبني عليها. أين الحل الحقيقي؟ هل الحل الحقيقي بأن نترك منهجنا الذي ساد ونجح في تجربته الأولى وننتقل إلى غيره، أم أن الحل أن نعيد تفعيل هذا المنهج وفق
منظور حقيقي وحداثي وعصري، خاصة أنه يتواءم مع هذه الحداثة ومع تلك العصرنة. شكرا أستاذ مرتضى، بارك الله فيكم. شكرا شيخنا، بس أرد أتفاعل مع الشيخ. الحقيقة كل المجتمعات كلها، شرقها غربها وفي كل مكان، تخضع لنواميس وقوانين وسنن كونية واحدة، سواء كانت مؤمنة أو كافرة، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، كلها تخضع. وهذا ما يفسر الآن سيادة القوى الغربية، والحقيقة أيضا دول أخرى التي نهضت بعد ذلك، منها سنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان، وقبل ذلك اليابان. فكيف يمكن أن يقوم الغرب بالتقدم في كل المجالات ونحن نسميها القوى المنحطة الكافرة التي لم لا نتردد أبداً يا دكتور؟ لا دقيقة بس أخلص. التفسير الوحيد والمقنع لسيادة الغرب هو تمكنه من استيعاب النواميس والسنن والقوانين الكونية وتسخيرها لصالحه، بينما لم يتمكن العرب أن يقتربوا منها، لم يتمكنوا أن يفهموها، لم يتمكنوا من حل طلاسمها، معتقدين بلكونهم مسلمين ليسوا محتاجين إلى هذه القوانين والسنن الكونية ليفتحوها، وأن هذه القوانين سوف تحابيهم. وما زالت هذه النظرة عند الكثيرين، الأغلبية من العرب مع الأسف موجودة. فإذا لم نأتي لنفهم هذه السنن والقوانين ونفهمها تماما، سوف نبقى حيث نحن موجودين، بل ممكن نتراجع. الحقيقة الوقوف عملية غير موجودة، لأن الآخر يتحرك، وأنت حتى إذا واقف أنت الحقيقة تتراجع عن بقية الدول الأخرى. هذا باختصار يعني رد القصير. شكرا جزيلا. نرجع إذا نختم مع الدكتور أحمد إسماعيلي هذه الجلسة، كملنا ساعتين وربع تقريبا. تفضل دكتور أحمد. شكرا جزيلا أبو عبد الله. الكتاب حقيقة أود أن أنوه بأن الكتاب يوجد في مكتبة قراء المعرفة مع الأستاذ إبراهيم السلطي، وهي أيضا لها موقع متخصص في تويتر، ويمكن طلبه كذلك. أردت فقط أن أعلق على شيء مهم جدا، أن هذا الكتاب يعني طبعا كتب يتضمن أكثر من 50 مقالة، ليس مقال واحد، وكتب أيضا خلال فترة زمنية طويلة امتدت أكثر من 35 سنة أو 30 سنة بالتحديد. هذه المقالات لم تتطرق إلى موضوع واحد، وإنما تطرقت إلى مواضيع شتى. تقريبا هذا الكتاب فيه أكثر من 7 فصول، وكل فصل فيه أكثر من 10 مقالات، وبالتالي من الصعوبة جدا أن نختزل كل الأفكار التي طرحها الكاتب والمفكر الأستاذ مرتضى في مأزق العقل العربي. يعني من الصعب جدا، ويتحدث عن موضوعات عديدة جدا، يعني موضوعات تنموية، موضوعات اقتصادية، موضوعات فكرية، لكن العنوان، عنوان الكتاب هو المفتاح والمدخل الرئيس لفهم عقل الكاتب أولا، ولفهم مضامين الكتاب بشكل عام. ويتحدث عن ضرورة إيجاد مقاربات كبيرة جدا بين الفكر والواقع. الدكتور عبد الله الهوتي، شكرا جزيلا لك على مداخلتك القيمة والعميقة. طبعا يعني تحدثت عن مفهومين مهمين جدا، وهي مفهوم التمرحل التاريخي للأفكار والتحقيب التاريخي. التحقيب التاريخي هو ذلك التقطيعات التاريخية للأمم والشعوب، سواء كانت تقطيعات زمنية أو تقطيعات موضوعية كما حدث في النهضة الأوروبية. يعني بعد القرن 15 تم تقطيع التاريخ الأوروبي بأنه يتكون من عصر النهضة ثم عصر
التنوير في القرن الثامن عشر، عصر الحداثة في القرن العشرين، ثم ما بعد الحداثة بعد نهايات القرن العشرين. لا يطرح الكتاب حل، الكتاب لا يطرح حلاً واحداً لجميع قضايا ومشاكل العالم الإسلامي والعالم العربي. ولذلك الأستاذ مرتضى في أكثر من مقال يقول بأن لا يمكن لأي كتاب أن يقدم حلولاً سريعة لأزمة العقل العربي. سنحتاج إلى فريق متخصص، فريق كبير ومتكامل من المتخصصين في العلوم الاقتصادية، في العلوم النفسية، في العلوم الاجتماعية، ويطرح القضايا بشكل تكاملي بشكل عام. أما التفاصيل، الموضوع السياحي، الموضوع التنموي، هذه أتصور أنها تفاصيل دقيقة جدا، يعني مأزق العقل العربي لا يكمن في هذه التفاصيل. مأزق العقل العربي يكمن في أزمة الفكر داخل العقل، بمعنى تلك التصورات، تلك المفاهيم التي يحملها العقل العربي. كثير من الأطروحات التي كتبت في القرن المنصرم وإلى الآن ما تزال هذه الأطروحات هي التي تهيمن على العقل الثقافي العربي، ترى بأن حل العقل العربي يكمن في العودة إلى التاريخ البعيد، وهو التاريخ الذي كانت ذات الإسلامية متفوقة على بقية الحضارات الأخرى. الحركات أيضا الأخرى التي ظهرت في القرن العشرين أيضا رأت بأن الحل يكمن في العودة إلى إسقاط الحضارة الغربية في الذات العربية، وهذه الأطروحات أيضا كتبت من التيارات اليسارية والتيارات العلمانية وغيرها. هذا الكتاب لا يطرح هذه الحلول أبداً، ولا يقول بضرورة العودة إلى التاريخ البعيد، ولا بضرورة أيضاً إسقاط الحضارات الغربية، الحضارات المتقدمة على العالم الإسلامي. هو يقول بضرورة إيجاد مقاربات جدلية عقلانية، تفاعلات عقلانية لإحداث مقاربات بين الفكر والواقع، بين تلك النظرية المثالية التي يريد العقل العربي أن يصل إليها، وبين الواقع الذي ترزح تحت وطأته هذه الذات العربية، تلك التمزقات الثقافية، التمزقات في الأنسجة الاجتماعية. فالكتاب لا يقدم حلول بقدر ما يقدم الإشكال، أين هو الإشكال بالذات. أشكركم جزيل الشكر، وحقيقة أنا أدعو الجميع إلى قراءة هذا الكتاب، لأن الكتاب حقيقة يعبر عن تجربة، يعبر عن عمق معرفي كبير. أيضا الكتاب يعني من الكتب القليلة التي تحدثت في منحيين، منح العمق المعرفي، جوهر المعرفة ذاتها، ومنح التجربة. وهذا ما يتميز به حقيقة الأستاذنا الكاتب المفكر الأستاذ مرتضى، لأنه يجمع بين المعرفة وبين التجربة. الكتاب أنا يظهر أن ضاع. أيوة، لا كمل. أيوة، الكتاب موجود في كما ذكرت سابقا في مكتبة قراء المعرفة مع الأستاذ إبراهيم السلطي، وربما يظهر رقم هاتف في البرنامج. شكرا جزيلا أبو عبد الله على هذه الاستضافة، والشكر الجزيل أيضا للأستاذ مرتضى، والشكر أيضا لجميع من ساهموا في إثراء هذه الحلقة النقاشية. شكرا جزيلا. شكرا دكتور أحمد، وشكرا كاتبنا الكبير أبو فيصل، ونشكر الجميع على حضورهم هذه الجلسة المميزة، ونتمنى لهم حظرا مباركا قصيرا، وكل عام وأنتم بخير. ونرجع إلى ريهام، تفضل ريهام. شكرا جزيلا على هذه الجلسة الرائعة ضيوفنا الكرام. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، نشكر الأستاذ مرتضى وضيوف الحلقة على الأمسية، وشكرا لكم ضيوفنا الأعزاء على حضوركم وإثراكم للجلسة، والشكر لسعادة خليل الخنجي على الإدارة المتميزة للجلسة. نلتقيكم في الجلسة القادمة بإذن الله مع رجل الأعمال فنكاش كيمجي للحديث عن أبرز الإنجازات وتطورات الكريكت في عمان. إلى أن نلتقيكم، كونوا بألف خير، وكل عام وأنتم بخير. إلى اللقاء. شكرا جزيلا.